كلمة الهاليو هي مصطلح صيني والذي يعني الموجة الكورية، واستخدم هذا المصطلح في بداية انتشار الأعمال التلفزيونية الكورية في الدول المجاورة لها كالصين واليابان، وأيضا عند بداية النمو الهائل للثقافة الكورية والتي تشمل كل شيء من الموسيقى والأفلام والدراما واللغة والمطبخ الكوري وغيرها من الأشياء التي تأثرت بها شعوب أخرى بعيدة كل البعد عن دولة كوريا الجنوبية. فكيف نجحت كوريا في نشر ثقافتها بهذا الشكل؟ وكم تدير هذه الثقافة من أموال على الاقتصاد الكوري؟ تقع دولة كوريا الجنوبية في النصف الشمالي للكرة الأرضية في شرق آسيا، وهي دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، ويسكنها ما يزيد عن 50 مليون شخص، وكانت تشكل دولة واحدة مع جارتها الشمالية قبل أن يتم تقسيمهما بعد الحرب العالمية الثانية، واستحال اتحادهما مرة أخرى خصوصا أثناء الحرب الباردة. وارتبط ظهور مصطلح الهاليو بالأزمة الآسيوية عام 1997، تضررت دول جنوب شرق آسيا وكوريا، ما أجبر الحكومة الكورية على اقتراض قرض بقيمة 97 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة العجز. انتهى الأمر بصرف 19.5 مليار دولار فقط من هذا القرض الضخم، وتم سداد القرض في عام 2001 قبل 3 سنوات من الموعد المحدد. إذ سعت كوريا لتطبيق جميع الإجراءات الممكنة لتسديد القرض والعودة إلى المسار الصحيح في وقت قياسي جدا، إلا أن ذلك ترك كوريا أمام مشكلة خطيرة. أدى هذا السداد السريع للقرض لضعف واهتراء الاقتصاد الكوري، ما جعله يبدو في حالة سيئة في أعين المستثمرين. لذلك فقدت البلاد العديد من الاستثمارات الأجنبية وافتقرت إلى السياحة، وواجهت شكوكا عالمية بالقدرة على التعافي الاقتصادي. ولحل هذه المشكلة عمل الرئيس كيم داي جونغ على استهداف المستثمرين العالميين بشكل مغاير، وذلك باستغلال قطاعين مغايرين وهما التكنولوجيا المعلوماتية والثقافة الشعبية الكورية باعتبارهما المحركين الأساسيين لكوريا المستقبلية، وبهما فقط ستتغير كوريا من بلد فقير مليء بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى بلد متطور يجذب عيون المستثمرين والمعجبين من كل بقاع العالم. كما أن الثقافة الكورية ستكون بمثابة منتج تصديري مهم سيعود بمليارات الدولارات على كوريا، وهو ما شكل ما أصبح عليه الهاليو اليوم. بدأت الثقافة الكورية الجنوبية في الانتشار خارج حدودها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. عام 97 بثت محطة التلفزيون CCTV الصينية المركزية مسلسل الدراما التلفزيونية الكورية What is Love، الذي احتل المرتبة الثانية في محتوى الفيديو الأجنبي في الصين في ذلك العام، ما أدى إلى ظهور مصطلح الهاليو داخل الصين، والذي يوضح بداية اكتساح الثقافة الكورية لأوساط الصينيين. وفي عام 2003 في اليابان عندما تم بث المسلسل الدرامي التلفزيوني Winter Sonata، والذي أدخل الدراما الكورية إلى اليابان وبدأت تحتكر برامج التلفزيون هناك، خصوصا وأن مسلسل Winter Sonata تم تصويره في جزيرة نامي اليابانية. وعلى مدار 20 سنة الماضية قاد انتشار الموجة الكورية إلى ظهور مجموعة من الفرق من الفتيان والفتيات الكوريات تسمى بنجوم الأيدل مثل بيج بانج، Girls Generation وكارا. وخلال هذه الفترة وسعت الموجة الكورية قاعدتها الجماهيرية إلى مناطق أخرى عبر العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا في أوساط الشباب في سن المراهقة خصوصا عند الإناث. ومنذ عام 2010 لم يعد الأمر يتعلق بالأفلام والموسيقى فقط، بل توسع الجنون بالثقافة الكورية ليشمل الطعام والأدب واللغة، ما خلق المزيد والمزيد من المتحمسين لهذه الثقافة، وساهم في المزيد من توافد العديد من الزوار والسياح على هذا البلد الآسيوي. كما وصلت السينما الكورية إلى ذروة نجاحها عندما فاز فيلم باريسايت ب4 جوائز في أوسكار عام 2020، والذي كان عاما مليئا بالأرقام فيما يخص الهاليو. واعتبارا من عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين انضموا إلى المنظمات ذات الصلة بالهاليو في جميع البلدان حول العالم ما يقرب 100 مليون شخص، وتتكون الغالبية من هؤلاء الأشخاص من نوادي المعجبين بالكي بوب
موسيقى البوب الكوري مثل ارمي نادي المعجبين الرسمي لفرقة الغناء العالمية بي تي اس وبلينك نادي المعجبين الرسمي ببلاك بينك. بالإضافة إلى ذلك تنشط المنظمات والنوادي أيضا في مجالات أخرى مختلفة مثل الدراما الكورية والطعام والسياحة. وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول الوحيدة في العالم التي لديها هدف ممنهج لتصبح أكبر مصدر للثقافة الشعبية في العالم، كما ستكون الثقافة الكورية بمثابة منتج تصديري مهم سيعود بمليارات الدولارات على كوريا، وهو ما شكل ما أصبح عليه الهاليو اليوم. وبالتكامل بين القطاع التقني في كوريا والهاليو أصبح هناك شبكة كاملة من المنتجات الكورية والتي أصبحت تشكل عصب الثقافة الشعبية الكورية، فمن أجهزة سامسونج وإل جي عالية الجودة إلى سيارات هيونداي وكيا اللتين تحتلان مكانة وسوقا عالميا كبيرا، ووصولا إلى شركة أمور باسيفيك المتخصصة في مستحضرات التجميل وواحدة من أكبر عشرات شركات التجميل العالمية. أصبحت كل تلك الشركات ومنتجاتها تمثل سبب زيادة هوس الشباب حول العالم بالثقافة الكورية المعاصرة. ترعى الحكومة الكورية ما بين 20-30% من الهاليو من خلال صندوق استثماري قيمته مليار دولار مخصص لرعاية وتصدير الثقافة الكورية الشعبية، وتأتي الأموال المتبقية من البنوك الاستثمارية والشركات الخاصة والتي تستهدف إنتاج محتوى ثقافي كوري يعزز هوية كوريا الحداثية. كانت الحكومة الكورية أيضا نشيطة للغاية في نشر الهاليو خارج كوريا، ولم يعد الأمر يعتمد على الفن فقط، فمنذ أغسطس عام 2020 أنشأت دائرة الثقافة والمعلومات الكورية 32 مركزا ثقافيا كوريا في 28 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا للترويج للهاليو والثقافة الكورية وتقريبهما من عاشقيها من خلال إجراء مهرجانات ثقافية مختلفة في هذه البلدان الخارجية. وقد وجدت دراسة من إعداد منظمة السياحة الكورية عام 2019 أن السياحة المرتبطة بالهاليو شكلت 55% من إجمالي السياحة الوافدة إلى كوريا، ففي عام 2019 جنت كوريا 21.5 مليار دولار من السياحة وجذبت 17.5 مليون سائح. ووجدت الدراسة أن السبب في هذا الازدهار هو زيادة شعبية الهاليو، خاصة ثقافة المطبخ الكوري. ومع نمو السياحة في كوريا بمعدل سنوي يبلغ 3.3%، تخطط الحكومة الكورية لزيادة عائدات السياحة إلى 35 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، معتمدة في ذلك على زيادة انتشار الهاليو عبر العالم. فهل أنت معجب بالثقافة الهاليو وثقافة كوريا الجنوبية؟ وهل تتمنى زيارة دولة كوريا الجنوبية يوما ما؟ أجبنا في التعليقات، ولا تبخل علينا بالضغط على الزر لايك ونشر الفيديو مع أصدقائك. شكرا وإلى اللقاء.